شخصية بدقيقة بودكاست. جيمس هورنر مؤلف موسيقي أمريكي شهير، ولد عام 1953، ويعد واحدا من أبرز مؤلفي الموسيقى التصويرية على مر التاريخ. ظهرت موهبته الموسيقية منذ طفولته، وبدأ العزف على البيانو في سن 5. أتم دراساته العليا في جامعة كاليفورنيا، وبدأ منذ الثمانينات تجارب إدخال عناصر الموسيقى الإلكترونية على موسيقى الآلات الكلاسيكية، كما عرف فيما بعد بإدخاله الموسيقى الإيرلندية في عدد من أعماله الشهيرة في السينما. بدأ مسيرته الاحترافية عام 1978، وسرعان ما لفت الأنظار ونال شهرة عالمية واسعة بعد وضعه الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام المهمة التي ما كان سيكتمل نجاحها لولا موسيقاه. ومن أبرز تلك الأفلام نذكر Glory, Aliens, A Beautiful Mind, Braveheart, Apollo 13, The Mask of Zorro, Enemy at the Gates, Apocalypto, تروي، جومانجي وتايتانيك. حصل جيمس هورنر خلال مسيرته على جائزتي أوسكار وجائزتي جولدن جلوب من أصل عدد كبير من الترشيحات، كما حصد أيضا 12 جائزة جرامي قبل أن يرحل عام 2015 عن عمر ناهز 61 عاما بسيناريو تراجيدي أثر حادث تحطم طائرة. شخصية بدقيقة بودكاست.